بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورب الخير جميعا. مكملين إن شاء الله بإذن الله مع ميثود جديدة. الميثود دي اسمها سنتر، والميثود دي لذيذة خالص من اسمها كده، اللي هي دخل بتكست فورماتنج، ودي ليها اتنين بارامتر. البارامتر الأولاني الويدث، البارامتر التاني الفيل كاركتر. خلينا نشوف كده هي في الاول بتعمل ايه، بعدين نشوف الاثنين بارامترز دول بيعملوا ايه. الفانكشن او الميثود دي يا جماعه دي بنستخدمها علشان نعرض النص اللي احنا عايزين نعمله استدعاء طبعا في نص السطر. ده لو ما كانش الطول بتاعه يعني اكبر من الطول اللي احنا بنحدده للسطر. فطالما ورد في النص كلمه طول فلازم هو ده كان مقصود بالويدث. الويدث ده رقم، الرقم ده بيحدد طول السطر. طبعا الطول ده انا اقصد بيه عدد الكاركترز اللي السطر راح يسيلها راح يشيلها. في الشارت ده يا جماعه بيكون الحرف اللي احنا عاوزينه يظهر مكان المسافات الفاضيه. انت ما فهمتش، انا متاكد طبعا. يلا بينا كده على التطبيق، وانا متاكد انك هتفهمها لما نيجي نحطها بشكل براكتيكال كده على طول. بص يا ريس، انا عندي فاريبل اسمه اس حطيت فيه ايم ليرنينج وايز، وبعدين رحت كاتب الفانكشن بتاعي اس دوت سنتر، وبعدين رحت كاتب 100. ال 100 دي عباره عن ايه؟ عباره عن طول السطر. انت فهمتني كده؟ حلو، خلينا نعمل كنترول اس كده ونعمل ران ونشوف هي هتعمل ايه. شايف اهو، هي ابتدت تشوف ال 100 حرف دول وراح تحط لك بالعدد الباقي من المية. يعني هتكمل المحتوى، تكتب لك الكلمه بتاعتك، والباقي بقى تروح قاسمها نصين، نص على الشمال والنص التاني بيكون على اليمين. ففي مسافات فاضيه برضو، النصين دول بيكونوا مظبوطين بالظبط لانك انت قلت له كده 100، فهو هيروح يستقطع يشوف لك دول كم حرف بالظبط ويطرحهم لك من 100 ويحط الباقي على يمينهم وعلى شمالهم، يعني يقسمهم نصين. يعني مش متاكد، لو انت شاكك ممكن نخليه 40. نعمل كنترول اس كده، فهتلاقي ايه المسافات اليمين والشمال ابتدت تقل اهو. شايف بالظبط، لان ايه الدنيا ابتدت تقل، فالدنيا ابتدت تتظبط على الاساس ده وعلى الكونتنت ده. فاحنا عرفنا كده الويدث عباره عن ايه، رقم بيحدد طول السطر، يعني عدد الكاركترز اللي بتتحط جوه. البارامتر الثاني بيكون الفيلد شارت. طبعا انت عارف ان هو الباقي بيملاه بمسافات فاضيه زي ما انت شايف، وايت سبيسنج، مسافه فاضيه اهو. البارامتر الثاني ده مسؤول عن اني املاه لك بايه. يعني ولنفرض مثلا انت عايز تعمل كلمه اشبك الاسترسك النجمه بتاعت ويندوز دي، فاو خلاص ماشي مفيش مشكله، هيبتدي يحط لك بدل المسافات الفاضيه الاسترسك او النجمه دي. يا رب اكون وفقت في عرض المحتوى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.